في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط أكثر من 73 طن دقيق أبيض وأرز وسكر ومكرونة تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول، خلال حملات شنتها الإدارة بالجيزة والغربية، ونجحت في ضبط قرابة 16 طن دقيق بلدي مدعم داخل شكائر بها نقص في الأوزان لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول بحوزة مسؤول مستودع دقيق تابع لإحدى شركات المطاحن والمخابز بالإسكندرية. ونجحت الإدارة في ضبط قرابة 92 طن مواد بناء بحوزة 5 من مالكي ومسؤولي مخازن لتجارة مواد البناء بالمنوفية والإسماعيلية، قاموا بتخزينها لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 55 طن أعلاف حيوانية إضافة إلى 7 أطنان أقماح محلية محظور تداولها بحوزة مالكي 3 محلات لتجارة الأعلاف بالمنوفية بهدف حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول، وضبط أكثر من 45 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها، قام اثنان من مالكي مخازن لتجارة الأسمدة الزراعية بسوهاج والمنوفية بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء. وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية، نجحت الإدارة في ضبط قرابة 335 طن مخلل وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاثة مصانع لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية وبني سويف، قبل أن يتمكن المسؤولون عن تلك المصانع من طرحها بالأسواق، وهو ما يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين. وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة 130 طن زيت طعام ومستلزمات إنتاجه غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط قرابة 97 طن لحوم ودواجن ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بالجيزة والمنوفية والإسماعيلية والشرقية. كما نجحت الإدارة في ضبط 98 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام وتمثل خطراً على الثروة الحيوانية بحوزة قائد سيارة بالفيوم وملك مصنع أعلاف حيوانية بالإسماعيلية. وتمكنت من ضبط 15 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام وذات أثر ضار على الثروة الزراعية بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بقنا، وتمكنت من ضبط 26 طن مستلزمات إنتاج منظفات صناعية غير صالحة للاستخدام بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بالإسماعيلية، وضبط قرابة 16 طن بلاستيك مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مخزن لتجارة المنتجات البلاستيكية بدون ترخيص بالشرقية.